يلا سمعونا تحية تحية. اللي معه الرقم 0 9 8 9 5. اللي معه الرقم 0 9 8 9 5 اللي معه الرقم 0 9 8 6 6. صفر تسعة ثمانية ستة ستة. أنا. هلا حبيبي. وين راع الرقم؟ لا لسه جينا. آخر مناداة على قولت. آخر نداء. انا مدير الجروب. الله يطول عمرك ان شاء الله. تعال يا اخي لا تشغلنا. خلنا ان شاء الله. بدويش عطنا واحد من اللي عندك ذري. ان شاء الله يا حبيبي. وين الفلوس يبوي؟ تبي علي فلوس؟ راجع بعدين جيبه. هذا ليش يا خاله؟ الله يطول عمرك ان شاء الله ويسلم. ادعي لنا بس. الله يطول عمرك ان شاء الله. اود اللي يبي اود. يلا حكم الله بالخير حبايب قلبي. ايش سالفة الزحمة اللي مسويها العمودي في معرض العطور والهدايا الثمينة اللي جالس يوزعها؟ ايش السالفة؟ السالفة انه مدشن عطرين اسمهم سبيشال كيو. كل عطر يا جماعة الخير يقول الزود عندي، اما كيو زد هذا مكوناته فقط راح تقنعك انك تطلب العطر. باتشولي ورد وياسمين. حكاية ثانية. عطر شتاء مخصص. رائع جدا عطر الشتاء، بارد يا جماعة الخير وريحته ممزوجة كذا على فواكه على شيء ما ينوصف. والله العظيم يا جماعة الخير هذا العطر بطل. 3 أيام لي وانا اجرب فيه في المعرض. قال لي اعلن قبل 3 أيام، قلت له لا خلني اجربه وخلني اعلن بقناعة. عطر بطل اقل ما يقال عنه بطل. نقطع اكثر عنك. اما العطر الثاني عطر الناس الرسمية هذا اللي داخ عليه ابو معاذ العود، هذا عطر الناس الرسمية اللي تشخص يروح زواجات ويلبس بشته. تعرف ليه يا مرتضى؟ هذا العطر مضاف له عنبر وعود وباتشولي، ثلاثة مكونات ما حد يضيفها في عطر إلا يبغى يوصل لمرحلة عالية جدا. 9 شهور ونحن نركب في العطر. بارد حلو. 9 شهور أنتوا تركمون في العطر. 9 شهور ركب في العطر. قسما بالله هذا عطري الخاص. كل الشيء اللي تشوفونه والحدث الكبير اللي تشوفونه لتدشين العطرين ذلي. أعطيك من عشان يدشنون العطرين ذلي. وصراحة للأمانة قبل 3 أيام كنت موجود المعرض، قال لي اعلن، قلت لا ما بعلن عن العطور، بعلن عن العود. العطور خلني اشمها زين واشوف وضعها من الاخر. هذا مناسب لك عود، الله يطول عمرك. عود وعنبر وباتشولي في عطر واحد. شم وعطني رايك بكل امانه ومصداقيه.
ترى ابو ابراهيم انسان صادق مره من المرات رايحين نسوي اعلان واعطى عطر نسبه دنيئه جدا وزعل علينا صاحب العطر. قال ابو ابراهيم يزعل ما يزعل انا اهم شيء اني اكون صادق. وحين نبي المصداقيه يا ابو ابراهيم. وش ما غك افضل يا ابو ابراهيم؟ انا اعطيته خلاص ها؟ لا يبين لك هنا احسن من الصاد. والله يا مرتضى 99% يا اخي. 99% بامانه يا ابو ابراهيم. ليش انا كنت واثق ان ابو ابراهيم بقيمه تقييم عالي؟ هذا للناس الرسميين وكبار السن والناس اللي يحبون الرسميات كيو ار مناسب جدا. اما الثاني كيو زد هذا للشباب. حلوين اللي كاشخين عطرهم من هالعطر البارد. لا يغركم هطاقة بدويش ترى عنده ذوق في العطور. اقول احترمني ايش؟ بدويش كذب واذا ما اجيبك رجع يا ابوي. خلونا من العطور الحين شوفوا العرض البطل اللي انا جايبه لكم. اسمعني ابي عرض شفت متابعيني كيف بيضوها وسووا لك زحمه هنا. ابي عرض خاص فيهم. شوف يا حبيبي اول حاجه هذا العطرين توصلك معها عينات خارجيه لكل عطر. تيجي معاها عينتين لكل عطر عينه ناسبك ناسبتك العينات بالعافيه عليك. يعني ما يستخدم العطر؟ لا اول شيء قبل ما في عينات صغيره راح تجيك كذا طلبت العطر ناسبك افسح الكرتون ما ناسبك نيجي الين باب بيتك ناخذ العطر ونرجع لك فلوسك كامل والعينات هديه لك. بيب الله وجهك فهمت السالفه؟ عينه صغيره شم العطر من العينه الصغيره اعجبك افتح الباكج. هذا الباكج ابغاك تعطيني رايك بالباكج. فخم سبيشل فخم مناسب للهدايا. تجي معاه بطاقه اهداء ما شاء الله تبارك الله. وخارج الباكج في عينات صغيره. عينات صغيره شم العطر عجبك افتح الباكج ما عجبك استرجع. سعر قسما بالله خاص لك ولمتابعينك لمده 8 لمده 8 ساعات. المعرض كله كان ب 255 كان ب 510 50% 255 الان لمده 8 ساعات ب 189 ريال. كم؟ 189 يا مرتضى. دقيقة بدويش تدري ليش زعلان؟ بدويش له ساعة قاعد يسوق في المعرض هنا على 250 255 اخر شيء. قال يعني معناه كذي يعني العمودي غير عمودي غير على طول كذي. ما شاء الله عليك. اقول لكم الحقيقة اللي من ورا الشاشة مرتضى اللي حط السعر وقال نزل هذا السعر اعطيني بس 8 ساعات المتابعين بيفجر لك الموقع. يستاهلون متابعيني. شفتوا فخامة الباكج؟ عينات صغيرة تجيك ما في أي عذر. رش ما عجبك استرجع. ايش؟ صار له ساعة هو يا زجران يسوقون للناس اللي في المعرض على 255 ريال. بس عشان انكم متابعيني غالين علي ضغطت على الرجال في السعر. العطور لعيونكم ب 189 ريال شامل الضريبة. لا تجي المعرض ولا شيء ولك سعر اقل من اللي يجي في المعرض. ب 189 ريال شامل الضريبه وعندك عينتين هديه. هذه العينات يا مرتضى. العينات هديه بخبخ منها عجبتك الريحه افتح الباكج. هذه يا حبيبي توصلك العينات ناسبتك كان ابيها ما ناسبتك نيجي الين باب بيتك بالمندوب ياخذ الطلبيه تسترجع فلوسك كامل. طيب الله واجب. طيب الله واجب. تحية تحية لا تحية. متابعين مرتضى غالين ويستاهلون اي شيء. السعر هو اللي حاطه هذا الانسان اللي ورا الكاميرا. حبيبي مرتضى السعر كويس. بامانة يا مرتضى كيف الروايح؟ اشتري في وجهي. بالنسبة لسعره 189 ريال قسم بالله ممتاز. شو يقولون شباب؟ اروح بطل بطل ممتاز. هذا كيو زد اللي ركبه فنان. هاي المفاجاه الحين عشان لا يتوقعون ان نبغى من نجذبهم بالجوائز من البدايه. اللي طلب 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 بدون جائزه. الحين انا اعطيك بعد العشر ايام باذن الله جوائز برضو في سحب على 10 جوالات باذن الله. 10 جوالات. اي 10 جوالات. العمودي غير غير والله العظيم انكم والله العظيم انكم تستاهلون والله والله. لو مو بيسحب على 10 لو يسحب على 20 دايم يقول لي اخاف يزعلون زملائي دايما.
تقول لي متابعينك يا مرتضى مختلفين، بينك وبينهم حب، ايش اللي بينك وبينهم؟ حجم الطلبات عالي دائما، اللي بيني وبينهم طول لي عمرك. رجال بناخذ معاه تجربة العطر، والله اني ما اعرفه ولا ادري ايش بيقول. شميت الكيوزد والله مميز، انا اعرفكم مميز يعني. عطر جميل وريحته حلوه صراحه. طيب هذا العود، جرب لي العود وعطني رايك بكل امانه، ترى في ناس بتشتري يمكن على رايك. مميز يعني، عطرات مميزه صراحه. حبيبي وتاج راسي مميز. هذا الله راسله لك والله العظيم الله راسله. انا ترى احب المجموعه هذه بعد عمري، هذا تابعه من يوم ما بدا، من الناس اللي يعني يثلج صدورنا. يا بعد روحي والله محبوب، لا مرتضى ولا مجموعتك بعد عمري والله على راسي والله، شهاده نعتز فيها. قفل هذه، انا قلت 10 جوالات 15 جوال والله يستر. بيض الله وجهك. العمودي غير غير، العمودي غير غير. بيض الله وجهك، 15 جوال متابعينا يستاهلون، وباذن الله تعالى انا اعرف جمهوري، راح يصير عندك ضغط طلبات على اسال السحب على الجوالات. وين راح يكون؟ راح يكون على سناب محمد العمودي، هذا سنابه، وروحوا لسنابه. شكرا انك تقدر متابعيني، وان شاء الله باذن الله تعالى خلينا معاك سنه. ايه متابعينك صاروا زي اهلي بعد عمري والله على راسي والله. بينك بيني وبينهم على راسي والله. امانه محمد، امانه محمد، انصفني كم مره ترسل لي عطور واقول لك ذي مو بذوقي محمد، والله كذب. اعفيني من الاعلان عنها والله. يا مرتضى تركي تركبتها كذا، تركبتها كذا. لا هذا العطور قبل ما يجي، قبل 3 أيام قال لي بجربها كذا ناسبته بعد، وجاء اليوم وقال لي وينها بعد. لأنه أنتوا أهلنا وأنتوا عزنا وأنتوا فخرنا، وإحنا بدونكم ما نسوى شيء، فنحاول دائما نختار لكم الشيء الزين، والله يوفقنا للمصداقية معاكم ولا يوقفنا يوم القيامة على غلطة نغلطها معاكم إن شاء الله. سامحونا وبرذمتنا إذا أخطينا بشيء معاكم، على راسي من فوق والله.